ذاك الغلاف معرض فني يختزل عقودا من التزاوج الإبداعي بين الفن والأدب، جسدتها تجربة الفنان التشكيلي الطاهر ومان بباقة متنوعة تروي جمالية النصوص الأدبية عبر أغلفة الكتب. هي عبارة على تصوير أغلفة الكتب التي أنجزتها طيلة رصيدي من سنة 1975 إلى يومنا هذا. تلقائيا تجيك فكرة، تجيك ومضى هكذا، أنت تشكليها بطرق مختلفة، كل واحد وتقنيته، كل واحد وطريقته، كل واحد وإلهامه. المعرض يضم 60 غلافا لكتب ومجلات أدبية يلقي الضوء على الفن التشكيلي كقيمة مضافة في التعبير عن روح النص، ودور الغلاف كواجهة تروج لرسالة الكاتب. مزجنا الشعر مع الرسم لنحاول توصيل قارئ الكلمة بفضل إشارة، بفضل لون، والتعبير على أحاسيسنا. يعني أحاول أن أكتب قصيدة أو أتغنى بالقصيدة أو أن أخذ منها ومضات إشارات وأتناولها بلغتي التشكيلية. التصميم تاع الغلاف، الإخراج تاع الغلاف، الألوان اللي تكون في الغلاف، الحجم تاع الغلاف، كل الأشياء هذه اللي تدخل في الغلاف بالنسبة للكتاب لها أهمية كبيرة في كل بلدان العالم، لأن القارئ لما يدخل إلى المكتبة ليقتني كتاب، ليقتني كتب، أول حاجة اللي يشوفها هي الغلاف تاع الكتاب. المعرض الذي ينزل ضيفا على دار عبد اللطيف يسافر بالزائر في رحلة خاطفة عبر نصوص بالألوان تترجم عمق المعاني في لوحات الأدب.